تقبل الله بابا عمر. آمين يا بنتي. شو بدنا ناكل؟ عاملة اليوم أكلات بزيت الزيتون. اللي بابا عمر، أنت ما بتفوت صلاة أبداً؟ هلأ الواحد بفوت على حاله لقاءه مع حبيبه لك بنتي. ليش مو ماما نازك هي حبيبة قلبك يا بابا؟ نازك هي هدية من الحبيب. بابا حلو شرحك للصلاة بهاي الطريقة. أنا عم روح يوم الجمعة مشان أشوف الحبيب، بس ما حسيت حالي إني معه. إن شاء الله بصير تحس يا ابني. إن شاء الله. الصلاة فيها متعة، مثل ما بنتي بتستمتع بمهنتها اللي عم تشتغل فيها، ومثل ما ابني بيعشق مهنته اللي عم يشتغل فيها. أنا عندي الصلاة متعتي، مثل ما الإنسان بيحضر حاله للموعد مع حبيبه وبيعتني بحاله، أنا بحضر حالي كمان. بنفعل كتير، بلبس أحلى تياب عندي، بنظف حالي وبوقف بحضرته، وأهم خصوصية بتميز علاقتنا مع هذا الحبيب يلي بيقدر يعرف شو فيه بالقلوب وبالنوايا، إنه نكون مخلصين لكل مواعيدنا معه ونكون صادقين بحبنا إله. نذكر اسمه بكل لحظة ومنذكره بكل محل. لما بتخطي خطوة ناحيته بيخطي ناحيتك 10 خطوات. بابا عمار، الحقيقة لولا قصة الوضوء الصلاة ما فيها شيء، بصلي 5 أوقات و10 أوقات كمان. ابني مراد، لولا الأعداء يلي بوشك كانت إدارة البلد إدارة سهلة، ما هيك؟ ايه والله يا بابا. ولو التزموا الناس كلهم بالقانون قديش سهل. يا ريت. وقتها شو رح يكون معنى خلق الإنسان؟ شو هدف حياته؟ إذا ما كافح الإنسان، إذا ما تعذب ليلتقي بحبيبته، شو معنى ينحب وشو معنى يحب؟ الحب إنه يعطي. شغلتك بسيطة كتير يا حكمت، بتتعود على المي وبتخلص من هالشغلة. بس لقلك ياها من هلأ، قد ما ضليت عم تهرب من المي، ما بيدفنونا بدون ما يصبوا علينا المي آخر مرة ويغسلونا من الوسخ. ما في